بتسوي يا بسمة؟ بلعب ماريو. تعني ماريو في التليفون؟ اه ملعب. انت قديمه. ازاي يعني؟ طب احنا اليوم شو نسوي هنا؟ احنا النهارده جايين نلعب عربيات. لا العربيات دي يا بسمة بنلعب فيها العاب. ايوه ماشي، ايه المشكله يعني؟ لا بنلعب الالعاب ماريو سنيك والوان داخل العربيات. يعني عشان كده قال لي كل خمس دقايق في لعبه بتتغير. ايه طيب انا عايز العب سنيك. سنيك؟ اها. متحمسه قوي. يلا بينا. يلا بينا. ما عندي وقت، انا بروح اتضارب مع بسمة. شوف اللي وراي. بسمة بص عليك يا بسمة. بسمة برضه بص عليك يا بسمة. شد العب شوية يا شغلت ما تفوز علي ولا جيم. كيف كانت التجربة؟ بجد كانت حلوة قوي، اتبسطت قوي. في الأول الصراحة كنت خايفة. حلو. العربية بتجري وحاسة إن أنا مش عارفة أنا بلعب على الموبايل ولا بلعب في الحقيقة. بس بسمة أنت كيف تجربتك لما لعبتيها بالحقيقة؟ كيف كانت؟ لا اتبسطت قوي الصراحة وحاسة إن أنا عايزة ألعب تاني. صح؟ أوه. تحسين حماس يعني بعيدا عن أنها هي لعبة ناس صغار يعني ماريو هذا في السوني. لا لا بس هني لا وفي ال آه لا يعني لا لا في الواقع شيء ثاني جدا مختلف. لازم تجربوها لازم ضروري جدا والله العظيم ولا لحظة تزهق.